فريق وهؤلاء أطفالي، جئت بهم لأعرفكم عليهم. أنشطة مختلفة يقوم بها هؤلاء التلاميذ في إطار الحملة التحسيسية الوطنية لحماية الأطفال المتمدرسين من حوادث المرور. ولأن حصيلة ضحايا حوادث المرور من الأطفال كانت ثقيلة خلال السنة الدراسية الماضية حيث بلغت 371 طفل، فإن المندوبية الوطنية للأمن في الطرق وبمشاركة الهيئات الفاعلة نظمت هذه الحملة الوطنية للحد من الضحايا خلال هذه السنة. وللأسف سجلنا خلال السنة الدراسية 2020-2021 371 قتيل. لهذا الغرض فإن هذا الدرس النموذجي سيكون بمثابة غرس للثقافة وللسلامة المرورية لدى هذه الفئة أقل من 14 سنة، إضافة إلى حظائر مرورية كما شاهدتموها وإقامة بعض ورشات الرسم، وكذا أبواب مفتوحة على المستوى الوطني لتأمين وخلق مساحة مسافة أمان على مستوى المؤسسات التعليمية. ترسيخ ثقافة مرورية لدى الناشئة، ترقية الوعي المروري لدى السائقين وغيرها هو ما تهدف إليه هذه الحملة الوطنية التي ستستمر طيلة الموسم الدراسي. هي فرصة لنا أننا نخبر هذه الأطفال بأهمية يعني سلامة المرورية، وعرفوهم بكل إشارات تشوفوا فيهم الله يبارك، راهم أبدعوا اليوم. أيضا هي فرصة أننا هذا يترسخ في أذهان الأطفال، لأن الطفل هذا هو راح يكبر كيف ممكن أن كل شيء كما هذا، كما لما نتكلم على السلامة المرورية ولا نتكلم على حقوق الطفل ولا نتكلم على البيئة النظافة، لما نرسخوها يعني في النشء الصاعد راح يكون أكيد نضمن مستقبل زاهر لبلادنا. يتضمن برنامج هذه الحملة أيضاً تحسين تدابير الأمان والسلامة أمام المجمعات المدرسية، وتخصيص خطبة من خطب يوم الجمعة للحديث عن حماية الأطفال من حوادث المرور.